الزبادي اللي قلتلك عليه يا نسمة. أيوة يا ماما، أحلى شاي بالنعناع زي ما طلبتي. تسلم إيدك يا نسمتي يا قمر. فينك يا نادية؟ دبحت الفرخة أنا ونسمة ومستنينك من بدري. هو اللي على هدومك ده دم الفرخة؟ أنتي ما سمعتيش على الذبح الآمن؟ ذبح إيه؟ هو ده كمان بقى في آمن؟ هو مش آمن؟ أمال إيه؟ معرفتيش باللي حصل لهدى جارتي من كام سنة فاتت؟ كانت برضو بتذبح زيك كده وخدت عدوى وكانت هتموت فيها. ها؟ عدوى؟ لا على مهلك بقى علي، وفهمين الموضوع ده وإحنا بنشرب الشاي. أنا هفرجك على التليفون كل حاجة خطوة بخطوة. طيب قبل ما تذبحي تجهزي ميه مغليه وتجيبي حله بغطا، اول لما تذبحي تحطي الطير جواها وتقفلي عليها كويس لحد ما تخلص فرفره خالص، وبعدين تزحزحي غطا الحله بالجنب شويه صغيرين وتصبي الميه المغليه لغايه ما تغطي الطير كويس، وتقومي قافله الغطا زي ما كان. استني وبالراحه كده وفهميني، بالجنب ليه واقفلها تاني ليه؟ عشان بخار فرفرة الطير ما يطلعش عليكي وتتنفسيه، وده ممكن ينقل عدوى، وهتقفلي الغطا تاني عشان المية المغلية تدخل بين الريش وبعضيه فتعرفي تريشي الفرخة كويس. حلو، وبعدين؟ وبعدين تريشي الطير تمام التمام، وما تنسيش تدي الريش والمصارين غلوة حلوة كده 5 دقايق مع باقي المية المغلية، ولما يبردوا عادي بقى ابقي حطيهم في كيس الزبالة. وش معنى بقى نغلي الحاجات دي كمان؟ هو احنا هناكلها يعني؟ يعني عليكي يا سناء لا طبعا مش هناكلها، لكن عشان نطمن اننا قضينا على اي عدوى ممكن تكون لسه فيها. والمهم بقى بعد ما تخلصي خالص تغسلي ايديكي كويس بالميه والصابون. اما صحيح يا ولاد، العلم نور. صحيح يا ماما، بس الموضوع سهل جدا وهعلمه لكل اصحابي. انا كمان هقول لجيراننا وافرجهم على الرسم ده يا نادي. بعتهولك على تليفونك. نسينا الشاي. ممكن ننسى الشاي، لكن ما ننساش ابدا ان ذبح الطيور في معون مقفول يحميكي ويحمي ولادك من انفلونزا الطيور.